النادي الاهلي الكل العيون تتجه صوب النادي الاهلي، صوب من يتولى تدريب النادي الاهلي، اسم يكون في كل البيوت المصريه على مستوى الجمهوريه، على ألسنة كل من له علاقة بكرة القدم في المنطقة العربية. المدرب الذي يتولى تدريب النادي الأهلي بيكون ملء السمع والبصر، ترتفع قيمته الأدبية والمعنوية بمجرد توقيعه عقد تدريب النادي الأهلي. أسامي كتيرة جدا مرشحة، لا أزعم وأنا بادئ معاك كلامي دلوقتي إن هم تم الاستقرار، هم في مرحلة تلقي الطلبات. اللي هيجي يقول لك ده خلصوا واستقروا على واحد والواحد ده جاي بعد ساعات، قول له ما حصلش. سيكون هناك تروي كبير في هذا الاسم. تروي كبير ولن يتم التعجل في الاختيار، هناك رؤى مختلف. كابتن حسام غالي وكابتن محمود الخطيب بيدوروا على مدرب مشروع للنادي الاهلي يقعد 3 4 سنين. ياسين بمنصور وشركه الكوره بيقولوا احنا لازم نجيب اسم كبير وتقيل، وتقيل انضمامه للنادي الاهلي بيعلي من قيمة النادي ويعتبر قيمة مضافة للنادي، وفي نفس الوقت ارتباطه بالاسم يعلي من شأن، باسم النادي يعلي من شأن. ففي ناس كتيرة مرشحة وأسامي كتيرة مرشحة. مثلا يا سيدي سكولاري اللي درب البرازيل وخد معهم كاس العالم، اسم من الأسامي. أمير توفيق كان عنده 8 أسماء أو 7 أسماء، كان مستقر على 3 قبل إعلان رحيل موسيماني. بعد إعلان رحيل موسيماني بقى عنده 60 اسم، بقى عنده 60 اسم، وكل واحد متقدم طلباته. انت اللي هتفرز لسه ما فرزوش. يعني سكولاري موجود، الفرنسي تيير هنري موجود، الفيتوريا البرتغالي موجود، ماشي، رامون دياز اسم برضو موجود، بابا فاسيليو مدرب وادي دجلة السابق، ناس طرحين اسمه بيقولوا ده مدرب كويس وقد 100 تكيس جونياس، لكنه ما خدش فرصه مع وادي دجل. ماشي، عندك باولو اوتوري موجود اللي هو كان مدرب بنفيكا السابق، عندك مارسيليو بليسيا الارجنتيني موجود، رودي جارسيا موجود، كوبر موجود، كروش موجود، رازوفيتش مدرب الفيحاء السعودي موجود، رازان لوشيسكو مدرب باوكو الهلال السعودي موجود، ديفيد سيزا ده عمال يتدلع. هم كانوا عاوزين مدرب عام ومصمم على مدير فني. ثم في ضغوط على فايلر للعوده، وفايلر رافض العمل في الشرق الاوسط، والمساله دي تمت من خلال حد صاحبه، وانا متاكد لان الكابتن الخطيب قال لي والمهندس خالد مرتجي قال لي وامير توفيق قالوا فايلر علاقته انتهت بالنادي الاهلي ولن يعود للنادي الاهلي، لانه مش عاوز يشتغل في الشرق الاوسط اصلا. يعني لما مشي ما كانش عاوز يشتغل في الشرق الاوسط، مش ان هو كان ماشي مثلا بيتدلع وبيتدلل وعاوز حاجه افضل، لا ده هو مشي مش عاوز يشتغل في الشرق الاوسط. ولما مشي جات له عروض قويه جدا من الخليج، واعتذر عن التدريب في المنطقه العربيه، وده عشان زوجته ما بتحبش الحياه في الشرق الاوسط. لما راح دلوقتي اليابان عايش في اليابان وبياخد راتب كويس ومبسوط، وما عندوش اي نيه اطلاقا 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 انه يسيب البيان اليابان ويجي على مصر. اليابان النهارده اللي خسرت من تونس 3 في ملعبها وبين جمهور، واحنا لسه بنتكلم في نختلق الاعذار لمستر جاليليو. فمدرب النادي الاهلي في المدرسه البرتغاليه موجوده، والالمانيه موجوده، والفرنسيه موجوده، والبرازيليه موجوده، لكن لم يتم الاستقرار على 3. ولما هيتم الاستقرار على 3 هيبقى في اجتماعات بالزوم، عشان في مواصفات حطتها لجنه التخطيط لكره القدم، بحيث يبقى المدرب اللي جاي موجود في هذه المواصفات. اهمها في رايي انا الشخص انه ما يكونش متجوز ولا له صديقه ولا ولد. ليه؟ عشان ما يجيناش بقى كل شويه مراته تعمل لنا مشاكل. مرات فايلر مشته ومرات موسيماني مشته، ماشي. فما اعرفش بقى هل ينجحوا في هذا الشرط ام لا، يعني يجيبوه ارمل بقى ولا حاجه، ولا ما تعرفش بقى يعني ايه اللي ممكن يحصل. لكن خلاص يعني جمهور الاهلي اتخنق من زوجات مدربين، كل شويه واحده تيجي تطفش لنا جوز ما يستقرش مع الفرقه. فالفكره ان حتى الان ما فيش استقرار على 3 اسماء. زوران ما ميتش اسم موجود، اسامي كتيره موجوده. بقول لك كانوا 8 اسامي بقوا 80 اسم. كل الدنيا عماله تبعت سير ذاتيه. المواصفات يلعب كره جميله وممتعه
ويحقق نتائج إيجابية وشخصية ويرغب في الاستمرار. لسه ما قعدوش على الأسامي اللي هيتم فرزها، يتم فرزها عن طريق أمير توفيق وعن طريق كابتن حسام غالي، وبعد كده يقعدوا كلجنة كورة وشركة كورة يعملوا حوار بالزوم مع هؤلاء المدربين، أو يبقى والله يستقروا على إيه، يبعتوا له وفد يوقع ويجي وهنا وينور ويكون موجود في مباراة القمة، في حرص إن يبقى موجود في مباراة القمة. النهاردة الأسطورة كابتن محمود الخطيب حرص على دعم سامي قمصان وحضور التدريب، محمد شرف طبعا انضم للجهاز خلاص من امبارح، وكل الزملاء معاه اللي في النادي الاهلي موجودين، وبالتالي كابتن خطيب شد من ازرهم دعمهم سندهم، معاهم محمد النجار مدير اخصائي احمال، ومحلل اداء عمر رشد، وكابتن خطيب دعمهم الصراحه وشد من ازرهم وقال لهم يعني اكد على ثقته اهوت، اكد على ثقته في الـ الـ فيهم ماشي الحال، اكد على ثقه النادي الاهلي في ابنائه وانهم قادرون على قياده الفريق سواء امام ايسترن كامباني او الشرقيه للدخان في قول صحيح ماشي بكره ان شاء الله. ما اعرفش كابتن هيلعب على عمال يحدد مين يلعب ومين ما يلعبش، ماشي الحال اهو. كل ده الزياره دي مهمه، هو كابتن زكريا ناصف وكابتن محسن صالح كانوا حاضرين والناس كلها كانت حاضره، وحاجه ما شاء الله تبارك الله، ربنا يوفق باذن الله. النادي الاهلي ما بيقفش على حد، واللي بيمشي من النادي الاهلي هو اللي خسران، كلمه بقولها طول عمري ماشي. ممكن يكسب فلوس لكن يخسر جماهيريه وشعبيه، وهاجي لكم دلوقتي في الحته دي. فكابتن محمود الخطيب يدعم مستر سامي قمصان الراجل الملتزم المنضبط، وكل الناس بتدعمه، وباذن الرحمن كده ربنا يوفقه قدام ايسترن كامباني ويلعب مباراه القمه، ولو لحق يلعب مباراه المحله يلعبها، لعب بيراميدز يلحقها. لكن الاهلي اللي بيقول ان سامي قمصان مستمر في مهمته بيشتغل دينامو اسمع بس مين دينامو في مساله انه يجيب مدرب بسرعه. هو بيقول لك يعني الاهلي يبدو كده يعني خلاص، لا الجهاز المؤقت ده مفيش استعجال، بس فيه حرص شديد على فرس كل السير الذاتيه، يعني في المرتب عاملين لينك مش عارف ايه كذا. ياسين بيه منصور قال لهم الميزانيه مفتوح ومالكوش دعوه، ده المدرب اللي جاي ده يبقى بتاع شركه الكوره، واحنا اللي هنتعاقد معاه خلاص هنتولى المسؤوليه من اول الشهر، فما تحملوش هم خالص. فالفكره ان المدرب اللي جاي بيتم فرزه بدقه، اللي بيقول لك ده هيبقى موجود بكره ويحضر مباراه بكره قول له يعني الله يسامحك، ما اقدرش اقول له اكتر من كده والله. يعني جاي بكره ايه يا عم، ده الناس لسه شغال لسه بتفرز، هو انا اطلع النهارده اقول لك الاسم، لما جاء كنا بنجيب موسيماني قلت لك الاسم يوم الاحد وقلت لك هيجي الخميس او الجمعه، وقلت تفاصيل الحوارات والحكايات والروايات وكل الحاجات دي. لكن انه خلص مع مدرب الماني او خلص مع مدرب برتغالي ما اقدرش اقول لك انها 100%. انا مكلم احد الشخصيات المهمه والقريبه من هذا الملف واللي شغاله في هذا الملف، قال لي والله بنفرز لسه ما استقرناش، الحاجات الاخبار اللي بتقراها يا اسطوره بتاع ايه وفد يسافر واجراء زوم مع المدرب القوي المرشح فلان الفلاني، قال لي اوعى تنسى احنا بنرمي اسامي غير الاسامي اللي احنا بنخلص معاها، انا ما ينفعش اعمل معاك كده، ما ينفعش اقول لك هنخلص مع فلان تطلع تقولها ما يطلعش فلان يبقى عداء بيني وبينك ما العمر كله. قلت له يحصل كده طبعا، فقال لي عمري ما هقول لك اسم غير لما نقرب، ولما نقرب هقول لك مين، او لو استقرنا على حد هقول لك استقرنا على فلان. طيب لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير.